اخر مرحله من المراحل اللي شفتوهم الصباح تاع عمليه الاستخلاص، هذا هو ذهب صحراء الجزائر، زيتنا والتمر اللي نفتخر به ان شاء الله وكمنتوج طبيعي. انتبهت انه شجره النخيل شجره مباركه ومذكوره بزاف في القران، دونك جاتني ليدي باش نبحث. ومن بعد مع البحث ديكوفريت انه في لو بارك في النخله كاين وايد دوطات غير مستفاد به، ماذا بينا كيف نستغلوه من الناحيه الاقتصاديه. فكره بعد تجي فكره ولا صباح اليوم بروجي الحمد. Par exemple, l'utilisation pour les sels gouttes. Chauffe la pénétration تاعها. زيت نوى التمر عنده قدرة رهيبة على اختراق مسامة الجلد في ظرف قياسي. يعني هو بالمعيار العلمي هي زيت خاصة بصفة عامة للعلاجات الجلدية أو للاستعمال التجميلي.